ثلاثة رجال في حياة حلاشيحة وقصة زوجها الذي ترك المسيحية من أجلها. بعد عودة الفنانة حلاشيحة للوسط الفني من جديد وزواجها من الداعية الإسلامية معز مسعود، أصبحت حديث السوشيال ميديا ووسائل الإعلام. تحتفل الفنانة حلاشيحة بذكرى عيد ميلادها في 23 من شهر فبراير من كل عام، فهي من مواليد 23 من فبراير 1979، أي تبلغ من العمر 42 عاما، وهي من أم لبنانية وأب مصرية. ولدت في الإسكندرية ولها ثلاثة شقيقات هم رشا وهنا شيحة ومايا، وهي ابنة الفنان التشكيلي أحمد شيحة. وفي هذا الفيديو نستعرض معكم أبرز زيجات الفنانة حلاشيحة. في البداية تزوجت حلا من الفنان هاني عادل في بداية حياتها الفنية عام 2006، وجمعت بينهما قصة حب كبيرة شهد عليها الوسط الفني، وتم عقد قرانهما بالفعل وقام بتحديد موعد حفل الزفاف. ولكن قبل أيام قليلة من إقامة الحفل تفاجأ الجميع بإعلان طلاقهما دون ذكر أي أسباب. وتزوجت حلا للمرة الثانية من الكندي ستيف مارك أو يوسف هاريسون، واستمر زواجهما لمدة 12 عاما وأنجب أبناءهما الأربعة. ويوسف هاريسون كندي الجنسية ونشأ في مصر، وهناك تعلم اللغة العربية، وقد تحول من الديانة المسيحية إلى الإسلام وقرأ عن الإسلام. وتعرف على الممثلة حلاشيحة بعد ارتدائها الحجاب واعتزالها الفن، وتزوج في العام 2006، ولهما ثلاث بنات خديجة وعائشة وهنا وولد اسمه أحمد. لكنها انفصلت حلا عن زوجها الكندي بشكل رسمي قبل 5 أشهر من إعلان انفصالها عنه في 2019، وقالت إنها تحترمه خاصة أنه والد أبنائها. كما شددت حلا على رفضها تدخل أي شخص في حياتها الشخصية. ومؤخرا أعلنت الفنانة حلاشيحة زواجها من الداعية الإسلامي والمنتج الفني معز مسعود بعد حالة واسعة من الجدل والشائعات، ليتم في النهاية عقد قرانهما في حفل صغير بحضور بعض أفراد الأسرتين.